لازم اهني ابطالنا، ابطال النادي الاهلي، ابطال فريق اليد اللي حققوا كاس ابطال كؤوس افريقيا في المغرب، والحقيقه قدموا عروض اكتر من رائعه ومشرفه جدا، استعدادا بقى للسوبر اللي جاي مهم جدا. طبعا دول دي لقطات لوصولهم بالامس، وصلوا بسلامه الله للقاهره، الف حمد لله على السلامه، والف الف الف مليون مبروك، عروض قويه ومشرفه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل، خصوصا كمان ان احنا عندنا تدعيمات على مستوى عالي جدا لفرقه الهاندبول، فبالتوفيق ان شاء الله لابطالنا في سوبر افريقيا المفترض ان شاء الله، في حدود معلوماتي لو ما كانش في تغيير، ان الماتش هيتلعب يوم 10 سبتمبر باذن الله.